احلى بنت. عامل ايه؟ كويس، انت عامله ايه؟ كويسه. الحمد اول لله. هعرفك بالحاجات، المعلومات اللي انا عندي اوكي. مش معلومات كتير. انا عارفه ان قدسك اترسمت كاهن عام 2015 يس في ديسمبر. يس كيميكال انجينيرينج زي يس ما قلت لي، يس بقالك كاهن يمكن داخلين على 8 سنين. يا تمام، عرفنا على نفسك. كنت عايش فين في مصر؟ جيت امريكا امتى؟ اتولدت سنه كام؟ اترسمت كاهن في مصر ولا هنا؟ معلومات في الاوائل. بص، كنا متربيين في اسكندرية، فكنا بنروح بنسلي في كنيسة نيجيريا سبورتنج. وجات في الهاي سكول، جات الهجرة، جيت في الهاي سكول، جينا في الهاي سكول كأسرة في ولاية انديانا. خلصت الهاي سكول في انديانا ودرست كيميكال انجينيرينج في جامعة بيردو. بعد كده اشتغلت كيميكال انجينيرينج بقى في كذا مكان. كنت بعمل ريسيرش، which was fun. Science was good. We learned a lot. وبعد كده بعد ما يعني اشتغلت فترة، يعني جت دعوة الكهنوت في 2014، بقالنا حوالي سنة متجوزين. وبعد كده بقى here we are 8 years old. اوكي، ده اول سؤال. الحته yeah دي sure انا همشي yeah وانت هتبقى في الصوره لوحدك، خلاص فتعالى في ماشي النص يا ابونا. خلاص. تاني سؤال يا ابونا، مين اللي رشحك كاهن؟ يعني مش عارف بالظبط، يعني هو الترشيح بتاع الكهنوت انا ما كنتش عارف، انا كنتش بخدم في الكنيسه هنا الفتره دي. فبس جه حد من الاباء كلمني، قال لي يعني احنا يعني حابينك تكون معانا في الخدمه. فانا بس ما اعرفش ترشيحات what happens in the background، بس usually في اي ترشيحات الاباء بتوع الكنيسه بيجتمعوا، وبعد كده بيتكلموا مع الخدام، بيكلموا سيدنا الأسقف اللي موجود كان ساعة الأنباكراس، كان ماسك عندنا. وبعد كده طبعا لما بيعرضوا على الشخص، بعد كده عادة مثلا بيجي يخلي الشخص مثلا يدي مثلا كلمة أو وعظة أو يخدم، يعني يتعرف على الناس. وبعد كده بتيجي فترة مثلا بيعملوا زي فوتنج في الكنيسة، فاهم قصدي؟ but that's how it worked يعني. It works with this the same way with everybody. في الوصايا اللي بتتقال في الكهنة بتبقى صعبة جدا، بتتقال أثناء الرسامة، فكرتش تهرب بعض الوصايا؟ انا فكرت اهرب قبل الوصايا، مش بعد الوصايا. بعد الوصايا too late. هو بص اقول لك حاجه، هو خدمه الكهنوت عموما يعني محتاجه الواحد يعني يكون دايما aware of himself. يعني اب اعترافي في مصر كان يقول لي كلمه حلوه، يقول لي ايه، اوعى تكون كوبري يوصل الناس للسما وانت ما توصلش. ساعات كتيرة خدمة الكهنوت وتقريب الواحد للهيكل محتاج الواحد يكون عنده يعني a lot of self awareness, a lot of reverence, a lot of fear of God. في الأول طبعا أنا يعني ما كنتش بفكر في الموضوع ده قوي، لأن طبعا مسؤولية كبيرة جدا جدا يعني. ولكن أتذكر حد من الآباء اللي كلمة حلوة قال لي، تفتكر ليه أنت دعيت تبقى كاهن؟ قلت له معرفش، قال لي عشان ربنا عايز يخلص نفسك. فالكلمة دي طبعا ما انساهاش، يعني الكلمة دي كانت turning point in my decision making. لو ده طريق خلاصي، هل هقول لربنا لأ؟ بس طبعا لازم أجاهد فيه زي أي دعوة بتيجي، أي دعوة، أي أب، أي أم، أي مهندس، أي واحد دي دعوته، فاهم قصدي؟ فلازم واحد يعني. فكنت قعدت فترة طبعا أصلي وأطلب برضه نعمة من ربنا عشان الواحد يعني يتأكد من الدعوة، يتأكد من الصوت. ايه اصعب موقف حصل لك في الكهنوت؟ أصعب مواقف حصلت لي في الكهنوت لما شباب صغيرة ماتت في ظروف صعبة، يعني سواء مثلا ولد مثلا يعني كان بيلعب في بحيرة وسافر، سواء مثلا حد مثلا مع كثرة الدبريشن سافر. الحاجات دي تبقى صعبة جدا، لأن الواحد بيقف قدامها يعني مش عارف يقول ايه، والألم بتاعها بيبقى صعب. وفي طبعا ناس كتيرة
صعب على أي أم وأب يشوفوا ابنهم الصغير بيمشي بطريقة غير مفهومة. حاجات اللي بتخص خلاص الناس دي بتبقى متعبة جدا، لأن واحد أي واحد أي ألم أي حاجة دواء موجود، يعني حتى لو مش في الأرض في السماء. لكن لما حد يسيب ربنا طبعا بنصلي له عشان ربنا يرجعه. قدسك كتبت كتب كتير، قولنا بتاخد وقت قد ايه؟ الكلام ده صح. كتبت كتب كتيرة وكتبت كام كتاب لحد دلوقتي؟ وقولنا اساميهم واحساسك بايه لما الكتب دي بتطبع، وعرفت منين ان عندك الموهبة الجميلة دي، وايه اقرب كتاب لقلبك؟ وانا اكشلي انا كتبت نبذات كتيره، بس هو كتاب واحد. واكشلي اللي شجعني على الكتاب ابونا تدرس يعقوب. ابونا تدرس دايما دايما كان لما يتكلم مع كل الكهنه مش انا بس، كان دايما يقول لنا شغل دورنا ككهنه ان احنا نسلم الايمان للاجيال اللي طالعه بطريقتهم. فاحنا عندنا كل المواد اقوال الاباء وكل حاجه، بس ازاي نقدمها لهم بطريقه تناسبهم. فده الدور بتاع كل جيل، إن إحنا مش بنخترع حاجة جديدة لكن بنقدمها بطريقة تناسبهم. ففي الحقيقة أول حاجة كتبتها كان تقول إيه في الاعتراف، كان يجي لي ناس كتير في الاعتراف يقول لي مش عارفين نقول إيه، فكتبت نبذة عن what to say in confession. كان جزء كبير منها ترجمت بعض المقالات الموجودة بالعربي، يعني ترجمتها وحطيت كام فكرة مع بعض، ومنها برضو فكرة كان قالها لي أبونا تدرس عجبتني. كان بيقول الكونفيشن عبارة اللي انت بتقول لربنا انا بحبك. كان طبعا يعني بعد كده كتبت حاجات عن عيد الميلاد، يعني مثلا نتيفتي. بس هو الكتاب اللي كتبته كان على ابانا الذي، ان ابانا الذي الصلاة اللي السيد المسيح عطاها لنا وفيها كل الامنيات اللي ربنا عايزها لنا. يعني احنا دايما بنقول ربنا اديني دي واديني دي، بس طب ربنا عايزني ايه؟ عايز لي انا ايه؟ فهي الطلبة اللي موجودة في أبانا الذي. فأبانا الذي دي يعني في منتهى القوة. أنا فاكر لما كنت في أحد الأديرة قابلت شيخ كبير في رهبنة كان 96 سنة، فقلت له راجل بركة يعني، فقلت له أبونا صلي لي. قال لي أبونا احنا منعرفش غير أبانا الذي، ليه اللي علمها لنا يسوع؟ قعد يصلي أبانا الذي فترة، يعني صلاها أخذ وقته فيها. فأمانة الذي ليها معاني جميلة جدا جدا جدا، وهي سر كده من أسرار العهد الجديد. فعشان كده طبعا الكتاب ده أنا بعزه أوي يعني. وأنا كتبت وقت الكورونا لما الدنيا قفلت شوية، فكنت طبعا يعني عندي وقت أكتر، فقلت إيه استفاد بالوقت، قعدت بقى أشتغل على الكتاب ده يعني. أخذ وقت كتير. هو اكشن انا كنت شغال عليه قبل الكورونا، بس ما كنتش يعني بنتج قوي اكتر. اللي انا يعني انا ما عنديش رش، ما فيش رش انا اخلص حاجه. انا حاجه عندي شغال عليها لما يكون مثلا في فاضي هنا بتاع اشتغل عليها. فكنت شغال عليه من فتره، كان عندي فكره دي اعملها، بس وقت الكورونا يمكن اخد يعني وقت مركز سنه، لكن قبل كده كان يعني حاجه هنا وحاجه هنا. احنا كان عندنا في الكنيسة عاملين الكومبيتيشن على الكتاب اللي كنت كاتبه. Yes, for Philly. Yes, yes, ايوه. yes, yes. All that. دي حاجة حلوة. Yeah. انت بتحب القصص، انا فاكرة من الريتريت حاجة زي كده، Yes. احكي لنا قصة أثرت فيك. أنا أحب القصص جدا، بحس إن هي بتوصل الرسالة. كان يعني فاكر مرة وإحنا في أفريقيا، القصة دي أثرت فيا أوي. كنا بناخد جروب مثلا 3 4، معانا واحدة ست كبيرة اسمها ماما، تعدي من بيت لبيت تترجم لنا. فالست كانت معانا دي كانت ست أرملة بسيطة خالص، كان جوزها لسه متوفي. فكنا بنروح من بيت لبيت، كل واحد فينا يقرأ الإنجيل وهي تترجم. فجينا على فاضل بيت واحد وهي ما قالتش حاجة، قلت لها ماما why don't you share، يعني قولي انت اقرأ الإنجيل وقولي. اللي استغربت له اللي هي معهاش إنجيل، يعني الناس في أفريقيا كتير فقراء معهمش إنجيل. بس ابتدت تقول مزمور بالمزامير، أنا مش متذكر المزمور بالظبط، بس بعد ما خلصت التعليق بتاعها بتقول ايه، تقول I feel that God treats me as a princess every day the sun enters my heart God is giving me a big hug and she started praising God
قعدت تتكلم 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 من أحلى التسبيحات اللي شفتها في حياتي، من واحدة أرملة ولادها، في من ولادها ماتوا، عايشة في مكان فقير جدا ومعهاش إنجيل. فالست دي أثرت فيا، حتى أنا مش فاكر مش فاكر هي مين بالظبط، بس الموقف نفسه مقدرش أنساه. قد إيه قد إيه في ناس كتيرة في كل حتة في العالم فعلا قديسين. ماشي، ده سؤال شبابي شوية. ليه معظم الشباب ما بتبقاش شايفة ربنا أو حاسة بيه بالذات الفترة دي؟ لأن اللي احنا بندور على ربنا بطريقة غلط. ناس كتيرة عايزة تلاقي ربنا في مشاعرها، وناس كتيرة عايزة تلاقي ربنا في الانتويشن بتاعتها، بس ربنا ولا هنا ولا هنا. هو ممكن يجي في الحاجات دي بس مش ده الأساس. أساس علاقتي مع ربنا هي الإيمان. وهو الإيمان، الإيمان اكتر حاجه تثبته هي الاعمال. يعني مثلا لو انا جيت قلت لك الحق بكره الستوك ماركت هتكراش، وانت واثق في كلامي 100%، هتعمل ايه؟ هتروح تبيع لو عندك ستوك سبح. فاهم قصدي؟ جه ربنا بيقول لك كذا وكذا وكذا، وصايا كتير قوي. فاهم قصدي ايه؟ صلوا كل حين، افرحوا افرحوا اذا على قد ما تقدروا، سلموا على جميع الناس، وصايا كتير. طب انا بنفذ دي، بجربها بدقها. لكن ساعات كتير الواحد بيدور على ربنا في مكان غلط. انا مش حاسس، ما استمتعتش، اكن ربنا for entertainment. God is not entertainment. فدي طبعا، ودي بتأثر على فكرة في علاقات الجواز بعد كده. الناس فاكرة الجواز وكده حب ومشاعر ودلع وفسح، ده جزء بس مش الأساسي. جزء كبير هو التضحية والالتزام والacceptance. ميزة الإيمان، عشان كده نجيب لك إيه؟ Without faith it is impossible to please God. بدون الإيمان لا تستطيع أن ترضي الله، استحالة. طب لو أنا مش راضي ربنا أحس بيه إزاي؟ المشكلة لو ربنا خلاني أحس بيه قوي وأنا مش برضيه أو ماشي غلط، هفتكر أنا ماشي صح. لازم لازم أبتدي أدور عليه في المكان الصح. عشان كده مهم قوي الواحد فينا يعني يخلي بالك من الحته دي. الايمان كمان بيعمل حاجه حلوه، بيخلي الانسان ربنا يجيله في اوقات مختلفه من غير ما هو متوقع. ساعات الواحد فينا مثلا واخد وهو صغير، لما يصلي الاجبيه، لما يروح رحله تبع الدير، لما يروح مش عارف ايه، هيحس بربنا. فخلاص بقى مرتبط عقله بالمكان، مرتبط عقله بدي، فيقعد طول السنه يلعب ويعمل مش عارف ايه، ولما يروح المكان ده متوقع يقابل فيه ربنا. لكن ساعات ربنا عايز غير كده، ربنا عايز يقابلك في كل مكان. فيجي تروح الدير بقى مرة من المرات ربنا ما تقابلهوش. ليه؟ ربنا يقولك بقى عايزك تكبر شوية. فالإيمان بيخليني أشوف ربنا في كل حاجة. آخر حاجة أقولها برضه على الموضوع، عشان الموضوع ده مهم، شكرا على السؤال ده. إن الإنسان اللي بيآمن صلاته هتبقى رد فعل العمل ربنا. ان يعني ربنا عامل معايا النهارده وانا بشكره او بطلب منه او بحكي معاه او بتعمق في جراحاته، فانا رد فعلي اللي هو عمله معايا اوريدي، مش انا اللي ببتدي. عمر ما الانسان بيبتدي الصلاه، عمر ما الانسان بيبتدي الحوار، ربنا هو اللي بيبتدي كل يوم، ربنا هو اللي بيبتدي. فالايمان بيغير، الايمان ده نظاره، ده عين جديده الناس بتشوف فيها. عشان كده الشباب كتيرة مش عارفة تلاقي ربنا، عشان بيدور عليه في مكان غلط. لنا نكتة كهنة، أو لو ما لقيتش نكتة كهنة قولي نكتة من نكتة البابا شنود. نكتة كهنة، هقولك أكشن قصة فانية. أوكي احنا وقت كورونا كان يعني ناس كتيرة ايه سافرت السما، وناس كتيرة في مصر سافرت السما. فكل شوية كنا نبعت ايميل للشعب، فلان وفلان يسافر، فلان وفلان يسافر. ممكن في ايام كان عندنا 3 جنازات في اليوم. واحد من الشباب بعت لي قال لي ابويا انا احسن حاجة تعملوها هبعت سبريد شيت مين لسه عايش. من كتر الايميلات انتوا قاعدين تبعتوها دي، اللي هي كل شوية واحد اتوفى يعني. فقلت له صدق عندك حق، يعني احنا الفترة دي فعلا كانت فترة صعبة.
ايه اكتر حاجة نفسك تطورها في الكنيسة؟ انا بؤمن قوي بالفكر بتاع ابونا تدرس، هدف الكنيسه الاساسي يكون كنيسه كاريزما، فاحنا لينا دور كبير في المجتمع خصوصا المجتمع الغربي اللي احنا نكون كنيسه كاريزما. ما ينفعش اللي احنا عايزين نقفل على نفسنا وبس، ده دور اساسي من دور الكنيسه. طبعا في مصر في ظروف مختلفه، وبعد كده الكنيسه معروفه في كل حته في مصر، كل محافظه فيها كنايس وفيها خدمه، لكن احنا هنا لينا دور كبير جدا في الحتة دي، ودي حتة طبعا على قلب كل الآباء أنا عارف يعني، بس يعني حتة كلنا محتاجين نشتغل عليها سوا. ليه أبونا بيلبس على طول أسود؟ ليه أبونا على طول بيلبس أسود؟ هو كان في بعض ال يعني في بعض ال يعني الموضوع ده لازم I have to look into it، بس كان في بعض الناس بتقول يعني إن أبونا بيلبس أسود كنوع من أنواع الوقار، زي مثلا جورج بيلبس أسود كنوع من أنواع الأيدنتيتي، يعني هو شغلته إيه أو دوره إيه عشان الناس تبقى عارفاه إن هو زي ما يوحنا زي الفم بيقول هو أب كل البشرية. كان في بعض برضو التقليد اللي بيبقى حزن على الخطية اللي في العالم، في بعض الناس تقول لك إن أبونا يعني إيه يعني زي ما تقولي كده إيه المفروض بيلم كل تعب الناس، فالأسود ده عشان مفيش حاجة تبان كلها مستخبية بيحطها على المسبح، يبقى كل حاجة بينه وبين ربنا. ففي في مفاهيم كتيرة للون الأسود. اللون الأسود على فكرة يعني على مستوى كل almost كل الكنايس اللي هي نعتبرها أبوستولك، يعني حتى الجامعات مثلا زي هارفارد وباريس وكل الجامعات دي كلها لما ابتدت علشان كمدارس للكهنة، عشان كده حتى لما الناس بتتخرج بتلبس أسود تعرف يحط البلاك ده كلها، عشان كان المدارس دي حتى هارفارد وباريس يونيفرسيتي دول اوريجينال كان هدفهم يخرجوا الكليرجي، دي كانت موجودة على طول. كده دايما تلاقي اللون الأسود بيلبسوه كاثوليك، يلبسوه الروشن الجريك، كله بيلبسه، فدي حاجة كانت موجودة من زمان يعني. ليه في بعض الناس بتقول إن الموسيقى حرام هي والأغاني؟ رأي قدسك إيه؟ لا الموسيقى اول حاجه انا ما احنا مش بناخد حرام، احنا بنتكلم على فكره ايه المبدا اللي حطه قديس بولس طبعا روح القدس اللي هو كل الاشياء تحل لي ولكن ليس كل الاشياء تقف. هي فكره كلها ايه، دي نقطه مهمه جدا، الموسيقى ليها قوه رهيبه لانها بتلمس المشاعر. فاللي بيحصل ايه، اللي انا لما بسمع موسيقى في العالم 99 من موسيقى العالم، سيبك من الشتايم والحاجات دي حطها على جنب، بس بتتكلم على مشاعر معينة، يا إلا أنا نمبر وان مفيش حد زيي، يا إلا كل الناس أم لونلي مفيش حد بيفهمني، يا إلا أنا غضبان من الدنيا كلها، يا إلا أنا بحبه وحبيبتي سايباني، يا فاهم قصدي؟ طب كل دي كلها بتطلع مشاعر إيه؟ يا إلا كبرياء، يا إلا حزن، يا إلا عزلة، يا إلا بقى أحلام بقى اللي أنا هبقى معايا فلوس وهنتقم من ده وهنتقم من ده وهنتقم. كل معظم المشاعر اللي بتطلعها الأغاني دي مشاعر خطية، مشاعر تتجه ناحية الخطية، عشان كده استحالة الواحد مثلا عمال يسمع مثلا راب ميوزك ولا حاجة ويخش على القداس، هينفع؟ مش هينفع، مش جاهز. في بعض الموسيقى وبعض الأغاني اللي هي طبعا يعني بتطلع مشاعر حلوة، يعني مثلا في بعض الأغاني أنا ما بسمعش أغاني بقالي فترة، بس بعض الأغاني مثلا عشان الأم، فاهم قصدي إيه؟ طب ما دي حلوة، الواحد لما يسمعها تلاقيه كده قلبه يعني اتحنن على بابا ومامته، دي حاجة حلوة. في بعض الأغاني بتبقى ليها أغاني وطنية، حاسس الواحد بانتمائه لبلده، بيكون طب ما دي حاجة حلوة. الأغاني كمان حاجة مهمة برضو عايز أقولها، الأغاني كل موسيقى بتعمل تريجر معين في دماغك، يعني مثلا أول ما تسمع موسيقى معينة مثلا موسيقى زي الراب تعمل لك تريجر معين، فاهم قصدي؟ لما تيجي تسمع موسيقى زي النشيد الوطني تعمل لك تريجر معين، تيجي تسمع موسيقى زي بتاعة الكنيسة تعمل لك تريجر معين، فبتلاقي المايند سيت بتاعك مع كل تايب اوف ميوزك از ديفرنت. فعشان كده الواحد يخلي باله، احنا عايزين اللي احنا واحد مرة قال كلمة حلوة قوي، قال أي فكرة من فكر الإنسان
أغلى من العالم كله، إن كل الأفكار الإنسان تخص الله. أنا لما أخد أغلى حاجة وأقعد أشغلها بكلام فاضي، لما أنا كده بأثر على نفسي وبقلل من نفسي وبستحقر من نفسي، وبقيت بدل ما عيني على السماء وعلى ملكوت الله وعلى حال أبدية وعلى حب ربنا وكل الكلام ده كله، بقيت بقى مشغول مين زعلني ومين ضايقني ومين، بتعمل مشاكل كبيرة. فطبعا لا، خلي بالنا من الحتة دي. ايه اكتر مزمور تحب تردده؟ هو في مزامير كتيرة، بس في المزمور الطويل فيه كام آية حلوة أحبهم، اللي هي بتاعت اكشف عن عيناي لأرى عجائب من شريعتك، غريبا عشت في الدنيا لا تخفى عني وصاياك، سراجا لرجل كلامك ونور لسبيلي. في كام آية في المزمور ده جمال جدا، بتعبر عن علاقة الإنسان بربنا. كان أبونا رفيق الأضامينة دايما يقول لنا صلوا مزمور احفظني يا رب. وفي طبعا المزمور الساكن كان بابا كرولس يحب يصلي. في بعض الناس كانت تقول بابا كرولس كان يحب يصلي المزمور الصغير اللي هو أول مزمور في صلاة الغروب، سبحوا الرب يا جماعة، أول ما يصحى من الصبح ده المزمور اللي بيصلي 3 آيات يعني. فالحاجة الحلوة في المزامير كمان اللي احنا كنظام الكنيسة، الكنائس اللي هي الايسترن اورثودوكس بيركزوا قوي على صلاة يسوع، يا رب يسوع المسيح ارحمنا على الخطيئة. احنا في الكنيسة عندنا بنركز على صلاة يسوع والمزامير، يعني الاثنين بنرددهم باستمرار، يعني قال نردد بعض المزامير انا نردد صلاة يسوع. ففي طبعا المزامير مهمة، والتغيير وفي الصلاة الكلام مع ربنا بالإنجيل كله طبعا مهم. سؤال تشالنج ماشي، اذكر 10 أسامي من القديسين والقديسات بشرط بيبتدوا بحرف البي. واو، I don't know, it's hard. بؤطر، برسوم، برنابة، برسيلا، برسكيلا، بشوي، تاني، بخوميوس، بارثولوميوس، صح كده؟ بولس بولس، that's true، بولس، and then ايه تاني؟ بولا بطرس، أو بطرس بطرس يعني. ماشي. آخر حاجة، قول لنا سؤال نستخدمه في الانترفيو اللي جاي. سؤال تستخدمه في الانترفيو الجاي؟ I think دايما السؤال اللي بحب أسأله الشباب بيطلع حاجات حلوة، ايه أكتر لحظة وأكتر حاجة حصلت في حياتك خليتك تشوف ربنا بصورة أوضح؟ خلاص، thank you so much، Thank ربنا you يا بونا. يخليك، ربنا يكون معاك، أحلى بنت، thank you كيرن. شكرا يا بونا.